ايه اللي بيحصل في كوريا الجنوبية؟ امريكا. امريكا يقال ان هناك حالة من الانقلاب، الجيش الكوري الجنوبي انتشر في كل مكان في كوريا الجنوبية، سيطروا على مجلس الامة البرلمان يعني، اقاموا الاحكام العرفية، اعلنوا قانون الطوارئ، عزل عدد كبير جدا من النواب، والحكومة حتى انقلاب عليها بامر من رئيس الدولة للجيش الكوري الجنوبي بإقامة الأحكام العرفية على كل المعارضين بحجة التآمر والخيانة مع كوريا الشمالية. أمريكا. الإجابة أمريكا. تفاصيل مهمة جدا تعالوا نعرفها مع بعض من النشطاء الكوريين الجنوبيين اللي قالوا من سنة 79 وإحنا ما شاهدناش مشاهد لا انقلاب ولا تدخل للجيش في السلطة، بس يبدو إن إحنا راجعين للخلف مرة أخرى. تعالوا نتابع مع بعض. 일단 속보로 들어온 얘기를 보면요. 한 146명 정도가 국회에 모이는 것 같습니다. 한 4명 부족하다라고 볼 수가 있겠고, 자, 지금 현재 환율을 보니까 원달러 환율이 1438원까지 가 있습니다. 엔화도 지금 ايه اللي بيحصل في كوريا الجنوبيه؟ ايه اللي خلى الجيش ينزلوا يعملوا كده مع الناس زي الفيديو اللي حضراتكم شاهدتوه الان في الشارع؟ ايه اللي خلى الجيش يدخل قبه البرلمان؟ ما حصلتش من سنه 79، يعني ادي 20 سنه 2021، وادي 24، من 45 سنة الكوريين الجنوبيين ما شافوش المشاهد دي تماما، ما يسمعوش، ما يعرفوش يعني ايه جيش يتدخل في الحياة السياسية، لكن حصلت. الصور اللي بتعرض امام حضراتكم الان من شوارع العاصمة الكورية الجنوبية، الجيش بدأ يعلن الاحكام العرفية، من ضمن الاحكام العرفية ممنوع التجمع، ممنوع التجمهر، إقالة الحكومة، الانقلاب على الحكومة، عزل البرلمان أو إيقاف البرلمان، تجميد الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية، أيضا المعارضة الكورية الجنوبية هتحال إلى التحقيق بتهمة التآمر مع كوريا الجنوبية، آليات عسكرية تنتشر في شوارع العاصمة الكورية الجنوبية، وإعلان الأحكام العرفية. طيب السؤال بقى اللي بيسأل حضراتكم ليه؟ الإجابة بمنتهى البساطة وبدون لف ودوران، أمريكا. برضو ليه؟ أمريكا عايزة تعزل كل الأطراف الداعمة لبوتين في كوريا الجنوبية، في أوكرانيا آسف. كمان أمريكا زي ما بتحاول تعزل الأطراف اللي بتواجه الكيان، بتحاول تعزل الأطراف اللي بتساند بوتين زي كوريا الشمالية. لو حضرتك لاحظت وانا بكلمك، الكوريين الجنوبيين متهمين بالعمالة مع مين؟ مع كوريا الشمالية. معنى ان الجيش في كوريا الجنوبية يتحرك بهذا الشكل هو حالة من الارهاق الامني وحالة من الاستنفار الامني هتحصل في كوريا الشمالية ايضا تحسبا لاي طارئ. وبالتالي اذا كانت كوريا الشمالية بتدعم بوتين بقوة في اوكرانيا، الدعم ده هيقل، فبالتالي امريكا بتعزل كل الاطراف اللي ضد الكيان او اللي بتساند بوتين ضد اوكرانيا. طيب حضرتك عايز تتاكد ان اللعبه امريكيه، شايف الخبر اللي امام حضراتكم ده خبر بيقول لك رئيس كوريا الجنوبيه لدعم اوكرانيا. الكلام ده بالظبط يا جماعه منذ اقل من اسبوع، يعني في نوفمبر 2024، من ايام قليله جدا. ده ردا على ايه؟ ردا على كوريا الشماليه ان هي ارسلت جنود لدعم روسيا. يعني الجنوبيه عايزه تدعم اوكرانيا والشماليه عايزه تدعم روسيا. الكوريين الجنوبيين، الشعب الكوري الجنوبي نزل امام البرلمان زي الفيديو اللي بيعرض امام حضراتكم الان، وبداوا يهتفوا وبداوا يتكلموا. طبعا الفيديوهات اكتر من كده بكتير يعني، بس انتوا عارفين حضراتكم انا في اللغه الكوريه الجنوبيه عامله زي اللغه الصينيه بالنسبه لي بالظبط، ولا فاهم هما بيقولوا في اي حاجه. بدات الدعوات للشعب الكوري بالنزول حول البرلمان لمحاوله اسقاط ما سموه بالانقلاب التشريعي او الانقلاب، عامل زي الانقلاب بتاع قس سعيد كده، انقلاب ناعم. الانقلاب الناعم ده لحد ما الطف من الانقلاب اللي حصل في مصر شويه. الانقلابات الناعمه دي في كوريا الجنوبيه رفضوا هذه المشاهد. في التويتات اللي امام حضراتكم دي لنشطاء كوريين جنوبيين، طبعا الاسم بتاع او بتاعه يعني الاسم واضح جدا، يعني اللي بيعرف يقرا بقى يبقى يقول لنا اسمه ايه. المهم بيقول لك في التغريده اللي امام جنود يحاولون دخول مقر الجمعيه الوطنيه اللي هي مقر البرلمان يعني، ورفع الاحكام العرفيه بموافقه 150 عضو، يمكن ان تلغى. يعني هو بيقول لك احنا ممكن نلغي الاحكام العرفيه لو 150 عضو في الجمعيه الوطنيه اقروا الغاء الاحكام العرفيه اللي اقرها الرئيس البلاد.
ويقال أن حوالي 130 شخص قد تجمعوا حاليا من أعضاء البرلمان الكوري الجنوبي من أعضاء الجمعية الوطنية لإلغاء هذا القرار، لكن طبعا هم صدموا، أعضاء البرلمان صدموا بوجود قوات الجيش أغلقت مقر البرلمان بالضبط زي اللي حصل في الحبيبة والشقيقة تونس. خبر السكرين اللي بعده للكوريين الجنوبيين: الوضع الحالي ليس جيدا، ويجب ان يجتمع اكثر من نصف اعضاء الجمعيه الوطنيه الان لرفع الاحكام العرفيه. اذا نفس الكلام، واذا استمرت الاشتباكات الحاليه بين الجيش وبين الناس امام البوابه الرئيسيه، فالناس تتحول تدريجيا الى احتجاجات عنيفه وقمع عسكري، ومن ثم سيصبح رفع الاحكام العرفيه اكثر صعوبه واطول في ناحيه الامن. أيضا لقد دخلت القوة العسكرية الآن مجلس الأمة وهي قوات خاصة. أرجو من الجميع الحضور إلى مجلس الأمة التشريعي بسرعة، ويجب علينا حماية أعضاء مجلس الأمة والسماح لهم بدخول مجلس الأمة، ويجب رفع الأحكام العرفية. يعني نفس الكلمات التي قيلت في تونس زي ما قلنا أمام حضراتكم. الخلاصة، أمريكا بتحاول تعمل حالة من الإرباك الشديد على حدود كوريا الشمالية علشان كوريا الشمالية تتوقف عن دعم مين؟ بوتين. بوتين وكوريا الشمالية عملوا اتفاقية دفاع مشترك. كوريا الشمالية أرسلت إعداد كتير جدا جدا وعدد كتير جدا جدا من الجنود ليها لدعم بوتين في الجبهة الأوكرانية، فبالتالي حالة من الإرباك لكوريا الشمالية إن كوريا الجنوبية جارتك الآن غير مستقرة، الجيش بيسيطر على مقاليد الحكم، الرئيس ده موجود اللي موجود ده دمية، البيت الأبيض الأمريكي خرج يقول نشعر بالقلق والكلام اللي هو الروتين اللي بيقوله في كل موقف، الشعب الكوري مش عايز يروح لفكرة إن يكون الحل، حتى وإن كنت رافض للمعارضة مش عايز الفكرة يكون الحل بالعسكر، هو إن نظام الحكم فيها رئاسي دستوري تشاركي، يعني الرئيس بينتخبه الشعب، رئيس الحكومة اللي هو رئيس الوزراء بيكون من خلال الجمعية العمومية أو الجمعية الوطنية من داخل مجلس النواب، الأغلبية هم اللي بيشكلوا الحكومة، إذا انتخاب رئيس الوزراء لا يأتي من خلال تعيين مباشر من رئيس الدولة، رئيس الدولة ميال ناحية الجيش شوية وناحية أمريكا وفكرة الهيمنة الأمريكية، رئيس الوزراء لحد ما شايف إن كوريا الشمالية أنت في حالك وإحنا في حالي يا جارة، تمام؟ فهو بيحاولوا يشيلوها لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي وللمعارضة أو لأعضاء مجلس الأمة اللي هم مفترض 150 واحد يجتمعوا فورا يلغوا الأحكام العرفية، لو ما اجتمعوش خلاص كوريا الجنوبية كده لبست في الحيط وبقى الحكم عسكري من خلال الجيش علشان حالة الإرباك في شبه الجزيرة الكورية. كوريا الجنوبية يا جماعة بتتكلموا عن تاني تالت رابع دولة اقتصادا في العالم، اقتصاد كوريا الجنوبية يعادل اقتصاد الدول العربية كلها، ففكرة انهيار دولة بهذا الشكل سيكون له تبعية كبيرة جدا جدا على الاقتصاد العالمي، لكن ده ما يشغلش أمريكا ولا يشغل الإدارة الديمقراطية اللي بتسعى بكل الأشكال إن تجعل ترامب في نفس الجبهة بتاعتها، ترامب اللي ميال لفكرة إن يعني فكك من نص الأراضي الأوكرانية ونسكت بوتين. الآن ترامب بنفس الآن الإدارة الأمريكية بتحاول تورط ترامب في كل شيء، تورط ترامب عبر الصواريخ بعيدة المدى اللي بيطلقها زيلينسكي على الأراضي الروسية وعلى موسكو، تورطوا بموضوع كوريا الجنوبية الآن وفكرة إن كوريا الشمالية تكون غير مستقرة، ولو تفتكروا بايدن أو ترامب اللي راح على الحدود الكورية الجنوبية الشمالية وتصور الصورة اللطيفة بتاعته، فالإدارة الأمريكية بتحاول ترسم خطوط طويلة جدا تخلي الإدارة الجمهورية بتاعة ترامب غير مستقرة، بالإضافة إنه ما يقدرش يتخلى تماما لا من قريب ولا من بعيد عن زيلينسكي.